هجمت عليكي لأنه مفكرتك حبيبته لسعيده في بيناتكن شي؟ معناتها أكيد هاي وحدة مجنونة. طب ليكي ما قلتي لها أنكن أولاد عمه وإخواته مستحيل يصير شي بيناتكن؟ صفاء قليلة أنتي، بدك يعني أحكي لها هذا الحكي وهي سكرانة؟ أنا رايحة على الدرس. تعي لهون، كيف رح نحضر الدرس ونحن هيك؟ تعالي نطلع نشم هوا ومننسى أنه أنتي مصدومة من اللي صار معك مبارح وأنا مصدومة من نتيجة الامتحان. طيب لوين بدنا نروح؟ هلأ مرفقه لخلي العامل حفلة على اليخت تبعه، تروحي نروح لعنده؟ وانتي بعت لك رسالة كمان؟ ايه بعت لي، متفقنا بدنا نروح سوا. قلتلك منشوف. انتي بتعرفي شو صار بالبيت والكل مزعوجين، وهلأ فوقه بدي اتأخر لأرجع ضايقهم كمان، ما بقدر. طيب شو في لك شي حجة؟ صفاء انا ما بحب اضحك على عمي وغشه، بس هالمرة كرمالي، اذا ما اجيتي معي ما رح كون مبسوطة. بعدين أنا كم مرة دبرتك، أنت مديونة لألي. اتصلت بسعيد؟ لا بابا، المفروض أنه نشوفه وش لوش ونحاكي. شوف أنا عندي كم شغلة هون بدي خلصهم وروح على البيت. ايه طيب. سامي، الشي اللي عمله أخوك ما بينبلع أبدا، من شان هيك مسوك إيده وجب لي إياه لهون، بدنا ننهي الموضوع. خلص لا تاكلها، القصة عندي.